لا، هو الحقيقة إن المفترض إنهم عايزين يقطعوا الكهرباء في وقت معين يبلغوا الناس أو يديهم خبر. ليه؟ لأن القطع الهواء بيجي الفجائي ده بيسبب مخاطر كتيرة جدا ومشاكل كتيرة جدا. يعني على الأقل في بعض الأجهزة عند الناس بتبوظ. القطع المفاجئ ده بيخلي إن الأجهزة تتلف. في بعض الناس اشتكت من هذا وقالت انه ان انا مثلا الثلاجه بتاعتي باظت، السخان بتاعها مش عارفه ايه، يعني تسببت في اعطال. ده في حد ذاته انا بعتبر ان ده يعني ادانه لشركه الكهرباء. ليه؟ لانه من حق المستهلك انه يعرف على الاقل. انت عايز تقطعه، اقطعه في وقت معين، اقطعه وبلغ الناس، قول اونلاين انا هقطع في الوقت الفلاني. الحاجة التانية انه هم الناس بتستغرب. يعني انا مش ضد ترشيد الاستهلاك في الطاقة، بالعكس ده هتعود على المواطن نفسه بدخل اكتر، لكن انا ضد ان التركيز فقط انه يبقى على الناس. طب ما احنا عندنا الشوارع منوره بالنهار وبالليل مطفيه، عندنا المصالح الحكوميه كلها يعني من اولها لاخرها بتولع النور في وسط النهار، والاجهزه التكييف شغاله في كل المكاتب. طب يعني مش المواطن بس اللي انا بركز بس عليه على الترشيد، لكن على الاقل تبقى دي سياسه عامه للدوله، بحس المواطن انه هو جزء لا يتجزا من المجموع. لكن هم علشان عارفين انه ماسكين المستهلك من رقبته وعمليه زي ما بيقولوا العقود الاذعان، اللي لو هو ما دفعش حق الكهرباء هيقطعها عنه، بيعملوا فيه زي ما هو عايز. ده اللي أنا بتصوره، أنه لازم تتغير العلاقة بين مقدم الخدمة وبين المستهلك.